اليوم في عنا بوكسة من الخشب وداخلها راح يكون في أزرار عشوائية. طبعا الأزرار الموجودة بتعطيك أدوات عشوائية أو يعطيك عقاب تستخدمه على الشخص اللي ضدك، وأول شخص يطلع من البوكسات هو راح يكون فائز. هلا مرحبا، انت خصم اليوم. لا والله هلا صايب خلينا حبايب. هلا ومرحبا فراكان، هذا خصمي الاول وممكن مستقبلا يجيني خصم اقوى منك. في اقوى مني؟ اجاب اضعف واحد بالفيلا. اليوم شوف، تخيل اني اختم الحلقه كامله اني افوز عليك وتنسي باول راوند. طب يلا اختار زر. انا اختار زر؟ اختار. طيب عندنا ادوات وعندنا الاسلحه او العقبات عفوا. طيب انا بختار والذي رفع السماء. اني حاس من اليوم صهيب مستعد لي نفسيا ومستعد لي معنويا يا اخوان، اقسم بالله انه ناويني والله العظيم اني اختار عقاب. قول هذا الزر. بسم الله الرحمن الرحيم. مسدس مي. اقسم بالله يا ان انا محتر، برد علي وانا بكسر. يا ابو القهر انت تبرد الحين. هذا حظ الناس المشتركه بالقناه بهذا المقطع. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. خذ هذا نار. نار ايش هذا؟ صهيب هادي نار. لا بسم الله بسم الله احرق ولع بالنار. والله نار اقسم بالله يا جماعه، قاعد بولع والنار ولعت فعليا، راح طفاها بالمي. كنا مستهينين فيه انه رشاش مويه يبرد عليك. شوف هادي انت بدك توصل ل 3 مليون صح؟ ولا 4؟ 4 مليون. 4 مليون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بارك لك يا ركان. اسلكوا اسلكوا عند صهيب. ما راح اسوي شيء. اختار وانت بتكسر بدي اخرب عليك. طيب صهيب لاحظت شيء؟ في زي هنا جالس لحاله مسكين. ليش جالس لحاله؟ والله اضغط. مفك. مفك. في ناس يمكن مو ملاحظين بس على الجدار الخشبي هذا في حديد مثبت الجدار. صح. فلذلك اول شيء راح استغله راح افك الحديد. ابي احاول اخرب عليه. صايب لا 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 بنفسيته. صايب صايب لا لا بالله بلا استهبالتك، والله العظيم ما علي منك ولا اهتم لك. والله ما تهتم؟ لا 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 ما تهتم؟ مبروك. والله يا جماعه بدي اقعد ارتاح هلا لانه ما راح يعمل شيء، بستنى الراوند اللي بعده. ايه ما بعمل اي شيء. طيب شوف فك الحديد. والله والله صايب مستين فيني اليوم، لكن انا اوريه وبصدم اليوم. يا رب يا رب يا رب. الله انت فك. هات مفك مفك رجع. تفضل مدير خذ. باقي مسمار واحد يا اخوان. بسم الله خليني اختار سريع انا. والله شوف انت اخترت فوق بالاخر شيء. ايه هاخذ زيه. بسم الله. ايش مضرب باسمه؟ كيف بدك تصير فيه؟ ما بينكسر. اوبا حديد. العكس بيصير، إذا أنت بتختار سلاح أنا بختار حكاب. ليش حكاب؟ مسدس صابون؟ أيوه والله إنه كبير. وجيت وش هذا؟ والله كبير. أول مرة أشوف هذا الجهاز في حياتي. أوه نبغى التايمر؟ إيش هذا؟ أنت التايمر؟ أنت التايمر؟ بسم الله. أوه ماي جاد، لا عزبني راح، لا تعزبني يا أخي. اوه والله حر. ايوه هيف مسدس تعبان، عطني صابون زي الناس. اوه اوه خلاص خلاص صب. مستحيل يعني قاعد تاخذ من طاقتك وما في اي فايده في الجدار، ما كسرت ولا شيء. انا بدي اختار شيء بس ما بدي احكيه عشان ما تاخذ اللي عكسه. ايش رايك نضغط مع بعض؟ بسم الله يلا. واحد اثنين ثلاثة. حلو عتلة. انا طلع لي شاكوش ابغى غير راسك. لا صح هذه أدام وعقاب. ايوه شكرا. ناوي يكسر راسي من اليوم. هذه العتلة يا اخوان والله انها ممتازة، او احنا نسميها عفريتة. والله الشاكوش يخوف بس على الجدار صايب مو علي. باذن الله انه هلا اكسر. Yeah.
الشر. في كم طبقة؟ كم طبقة خشب؟ رحت. خلص الوقت بحكي لك، لا تسمع. خلص الوقت. دقيقة، لا تقول لك شيء، اسكت. يقول لك شيء، يقول لك شيء، ما تموت. طاحت فوق الحديدة كذا. ليش؟ ليش؟ لأن بتحبها. وطالب تعويض، معلش. صهيب إحقاقا للحق وإحقاقا لكل المشاهدين. ايه؟ صهيب الجميلين الرائعين. ايوه. ما في أحلى منهم في هذا الكوكب. كلهم بيحبوك. ايه. وبيحترموك، ولكن الوقت وقت. طيب ولو على حساب إني بغيت أنصاب، لازم تعوضني. شوف إيدي. أصبت. طلع دم؟ والله أصبت. اي والله اصابه اصابه اصابه. بسم الله يا اخوان. اختار. بسم الله. بخاخ خيوط. انا سبايدر مان. تريريري. والله العظيم حرب العقبات. والله والله ما في تكسير. مفاقعات حفلات ما ابيها عشان تبارك لي. صح. اسمع هذا واسمعوا هذا الخبر منهم. ايوه. مع نزول هذا المقطع رابط قناتي الجديد تحت بالدسكربشن، نزلكم اول مقطع وبكره كمان مقطع تنزيل فيها بشكل جدا كبير. ضروري يفعلون الاشعارات. قناه مختصه بالجيمنج، العاب، مقاطع خارجيه. والله مبروك الجيمنج. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ابيك من الان الاشي اللي نكبسه. ايه. الزر ممنوع نكرره. حلو هذه. بسم الله. اعطيني هذا. شو بدي بالمفك؟ بدي مطرقه. ايوه. بسم الله. شكرا. بختار انا. شوف هذه. يا ربي. شاكوش. شاكوش. انت النقاش. اعطيني اياه انا اوريك كيف تكسر الحين ذي الرجال. لا 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 انا شاكوش خربان. شاكوش خربان. لا هذيك مطرقه. هذا شاكوش. اعطيني اياه انا اوريك كيف تكسر الحين ذي الرجال. والله اداتي معفنه يا جماعه. طيب شكرا. لا دقيقه راعي المقطع لعيني وراسي. تطور مويه وبرد عليه برشاش مويه. تستمرون يا اخي. قول لي ليش انت نزع عليك شيء؟ صح. طيب نزع عليك عقاب. انا نزع علي مكافاه. بتعرف ايش بزعل اكثر؟ ايش؟ انه مش مشتركين بقناتي. ضغطوا واحد اضغطوها وكذا تركان تحت كمان. خلينا نفرح على اجيب ال 6 مليون. انا قديه تصير؟ 7. انا 7 ولا 6؟ اسمع هذا. بسم الله. ايش؟ بودرة اطفال. يعني ريحة حفاضات. طب اقول لك شيء، كب علي بودرة ما فرقت معي بكسر انا. تكسر؟ اوه نار؟ نار. تعرف النار؟ ايوه بعرف النار. اعطيني النار اشب النار. ابدا الوقت، ابدا الوقت. ما يعرف الا ده. لا 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 ما تعرف الا ده؟ عاد اساعدك؟ ترى مستخدمها قبل شوي. اوه ايوه 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 وخر. الله يوفقك. قول لا اله الا الله. ركز معي، ممنوع تطلع من هون. هذا المكان مفتوح عشان الكاميرا تصورنا بشكل منيح، عشان تصورنا بشكل احترافي. المكان الاكس اللي تطلع منه. جبد النار كلها. طب انا ضايل عندي وقت، شو ذنبي؟ لا خلص وقته، خلص وقته، خلص وقته، خلص وقته. ليش يكب علي بودره؟ ريحه حفاضات ولا بتهيألي. يا الله خلاص. شو حكيت لك انا؟ اهينك. نختار. زميل وشاكوش. زميل وشاكوش. عطيه. ايوه على طول. بسم الله. هذه شو اعمل فيها؟ دقيقه دقيقه. شوف ركز معي. اختر ركز. اصبر. تجميد الخصم. لا تحرك. اصبر. لا لا لسه ما بدا التايمر. ما بدا التايمر. التايمر التايمر يا خصم. ركز معي يا مخرج. بدا. ستوب. تجميد تجميد يا تجميد. وقف. لا تتحرك. لا تتحرك. ايوه انت مجمد الحين. وخ مجمد انت. فكها فكها فكها. انقلع ما ابغاها. يلا يلا عشان يرجعون يحتفلون فيك. بسم الله. امسكها مرة ثانية. انزلوا تأكدوا انك مسكين قناة صايب الجيمنج. دمك لا تعرض. ما حتى
الله أبختار العقاب اللي بعده عقاب وعقاب وعقاب. بخاخ ثلج يا ربي لك الحمد. بخاخ ثلجي حرب عقابات بدك إياها؟ إيه حرب عقابات. هون خسرت. أو بالغلط معلش معلش. مشاركة حرباء يلا كويس حلو حلو. بسم الله. لا لا صايب لا انت التايمر انت التايمر أبوريك أنا. والله تحول ثلج انكسر. لا انت مصبك كم باقي على التايمر. ايوه ايوه هاكمك انا هاكمك وقف ازاي ولا اسمع صوتك. ما عندي اداء. والله ما عنده اداء انكسرت علي الاداء. حزنت علي يا اخوان حزنت. يلا ابغى اروح. ايوه على العقاب تجيني. ايوه انا اوريك ما شفت شيء. اعطيني هذا دبل وقت الي لازم الراوند اللي بعده دبل وقت. لازم اختار عقاب. والله ما اخليك. ايه دبل عقاب دبل عقاب. لا 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 ثواني 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 انا دبل وقت. ايوه دبل عقاب. يا اخي هذا الذ مقطع صورته في حياتي. طب اختار سلاحك خلنا نشوف. بسم الله يا رب يا رب يا رب يا رب. شو هذا؟ منشار دائري. منشار ايش؟ منشار دائري. وش ذا جديد علي؟ لا ما تسويها. يلا اختار يا اخي. هذا العقاب الاول. سلاح اوربس. مسدس اوربس. عدل العقاب الاول. العقاب الثاني ها؟ مسدس صابون. يا شيخ عادي. ما بدك اياه؟ الا بدي اياه. عطني احطني. يوه طب سلاحي وينه انا اداتي؟ طب التوصيله وين؟ كهرباء. شوف ايش عشاني جتني نظارة كمان. ايش هذا تسبح انت ولا ايش؟ لا عشان الحماية. الله يسلمك. بس اسمع دقيقتين دقيقتين يعني اوه ايوه ابغاك تتخيل. تخيل صح وانت تسوي بالمنشار تجيك طلقاتي كأن طلقة دخلت رصاصة في قلبي. حخرج الان انا بغلط. اسمع ما بدا الوقت ما بدا الوقت اهينك ما بدا الوقت. الوقت وينه؟ الوقت وينه؟ الوقت خلص السلاح يخرب حظك. انتبه طيب تخف ايش قاعد تسوي؟ كنت مسموعه. وش يا اطلع كبره ودائري ومش هذا الاختراع. بعدين هذه خلطتها ما طاح شيء. الجدار موجود زي ما هو. شوف مكان الفراغات شايف الشمس؟ ما ماني شايف شيء. انت شايف؟ ما مفتوح ما بيخ. شفت الشمس؟ صايب صايب دقيقة لا تطلع استأذن دقيقة. تفكرون حطلع من هون؟ لا والله طيب شوفني فاضي؟ طب شوف هذه لا هذه استخدمناها. شوف هذه دبل عقاب. دبل عقاب بسم الله الرحمن الرحيم. اعطيني هذا اعطيني بخاخ ثلج. اعطيني مسدس صابون. ييه ولك ما طلعت مقطع عراف. هلا والله. شوف يوم ما صورنا هذا المقطع في سنابي طلعت دق خشمي وياي. يا اخي هذا الذ مقطع صورته في حياتي. والله العظيم انك دقيت خشمي كسرت عيني سويت كل شيء. يا هون سهلت المقطع تسلم لايك والاشتراك شكرا على الحلقات الجاي بامان الله.